صباح الخير. دائما بدنيا دنيا مكان للمبادرات الشبابية، وإحنا بنفتخر أنه دائما عندنا الحماس الشبابي لنغير من شو عم بيصير حوالينا بكل المجالات بالمجتمع من المشاكل اللي بنواجهها. معنا عبد الله بني هاني وهو مدير مؤسسة محافظتي التطوعية. صباح الخير. صباح الخير. الله يعطيكم العافية. وأخيرا زبط اللقاء. يعني عبد الله بدي أحكي لكم من رمضان وإحنا عم نحاول نظبط اللقاء، لكن كل شيء بوقته حلو. كل شيء بوقته حلو بالضبط. نشكرك على حماسك. الله يسلمك. عبد الله، لا بالعكس والله، انا يعني بنبسط على اسره رؤيه، دائما هم يعني شركاء معنا في اي خبر، في اي تغطيه اعلاميه لانشطه المؤسسه، فانا بتشكركم كل الشكر. يعني هذا واجبنا. الله يعطيك. في البدايه بدنا نحكي عن هلا انتم مؤخرا اصبحتوا مؤسسه، وهذا بحد ذاته انجاز كثير مهم. الحمد لله رب العالمين. فكيف بدات بطريقه حمله او مبادره ومن ثم انتقلت لمؤسسه محافظتي؟ أول شيء صباح الخير. يعني أنا بدي أحكي شغلة بسيطة، إحنا في تقريبا شهر 6/2013 كانت مؤسسة محافظتي عبارة عن مبادرة صغيرة. كانت فكرتنا الرئيسية في البداية يعني ستي هي عبارة عن حملات نظافة بسيطة، فأجوا يعني فكر الشباب الواعدين من طلبة الجامعات ومن أبناء المجتمع المحلي، ارتئينا أنه يعني نوسع أنشطتنا من ناحية معينة لحتى ما تكون مقتصرة على شيء معين. فارتئينا أنه تكون أنشطتنا سياسية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، علمية وما شابه ذلك. فارتئينا نحن ستي أنه نوسع الأنشطة، رخصنا المؤسسة بشكل رسمي، وأنا بعتقد يعني كذا مرة استضفتونا أنتم وحكينا عن أنشطة محافظة التطوعية. فالحمد لله رب العالمين، يعني وسعنا أنشطتنا، صار عندنا تقريبا 80 متطوع من جامعات الشمال على ما خلينا نحكي بالأحرى، فصار عندنا كم هائل يعني تأخذينيش من الأنشطة، وكم هائل من المتطوعين اللي قلبهم على العمل التطوعي، وهم دائما بنبسطوا لما يشتركوا معنا بالأنشطة أو بأي مؤسسات أخرى تطوعية. عبد الله، بتحس أنه بما أنكم أصبحتم مؤسسة صار عندكم يعني أرضية صلبة أو ثقة أكبر من خلال المجتمع؟ يعني لما نحكي عن مبادرة أو حملة على طول بناخذ الشكل المؤقت للمساعدة بالضبط. هل وجودكم كمؤسسة بيرسخ عملكم؟ طبعا يعني شغلة بسيطة، إحنا لما كنا مبادرة تطوعية كانت معنا يعني كتاب تسهيل من عطوفة محافظ إربد لحتى نشتغل بكل أريحية، يعني أي دائرة بندخلها من القطاع العام للقطاع الخاص لحتى يعني وقفوا معنا وقفة إيجابية، وأنا بتشكرهم من المنبر تاعكم. لكن بعد يعني الشخص لما تكون عنده فكرة بسيطة مبادرة بعدين حولها لمؤسسة ونشتغل مع بعض بشكل مؤسسي أو مهني أفضل، فخلينا نحكي بالأحرى يعني عشان تحصل لقدام على دعم من المنظمات الدولية ومن المنظمات المحلية، وبالتالي أنت لما يكون عندك مؤسسة رسمية وترخصها من بعد مجهود انه والله كنا مبادره وفجاه اطلقنا مؤسسه رخصناها رسميا بتشتغل بكل اريحيه، اي شيء ما بيكون عندك عائق، مسجل رسمي، بتشتغل رسمي، بترتاح وبتكون مبسوط. حلو. طيب يعني كان في بفهم من حكي كان في تسهيلات مثلا من بالزبط. المحافظ، يعني اللي بده يعمل خير ما يتحجج، في تسهيلات بالضبط. لا يعني انا يعني بالشباب الأردني بعض الأحيان بيحكوا لي عبد الله بس بدنا تحكي لنا شوية أنت والشباب اللي معك حابين نعمل مبادرة بسيطة. بتعرف يعني ستي المبادرات والمؤسسات الشبابية بالأردن أنا بنبسط بشغلة أنه دورهم تكاملي مش تصادمي. حلو. يعني أنا كمحافظتي بتلاقي مبادرات أو مؤسسات تانية بنتعاون معهم بكتير شغلات بكتير لحتى ننجح بعض الحملات التطوعية ونساهم في إدراكها. بيجي شخص يعني بتلاقيه مثلا بيشتغل معك أو أشخاص آخرين بيحكي لك أنا حابب أعمل مؤسسة أو حامل أعمل مبادرة شبابية، بالعكس أنت يعني بتعطي الخبرة، الخبرة يعني ما بتخليها عندك كشخص أو كمؤسسة، لا إحنا بنوزع الخبرات بالضبط لحتى نكون مجتمع متكامل. هدفنا الرئيسي إنه نبني هاي البلد ونحافظ على أمنها واستقرارها، والله طبعا. يجيب في الخير لأنه دائما إحنا بنكمل لبعض مش متصادم 100%. من أهم يمكن الحملات اللي عملتوها هو نهديك كتابا، ويمكن هيك أنتم من خلال فكرة الهدية مع الكتاب عم نعزز من ثقافة الشباب. وبتحس الشباب بشكل عام بالأردن هل هو يعتبر شباب قارئ أو إحنا بحاجة لنشجعه؟ يعني ستي أنا بحكي شغلة بسيطة، الشباب الأردني الحمد لله رب العالمين على مستوى الشرق الأوسط وين ما بروحوا في المؤتمرات الدولية واللقاءات الرسمية والهاية
بكونوا خير شباب في ممثلين لمملكتنا الحبيبة، لأنه الشباب الأردني قادر وواعي ومدرك لجميع من الأمور اللي قاعدين إحنا بنشوفها حولنا. فطبعا مشروع حملة نديك كتابا كانت من أضخم يعني مشاريع مؤسسة محافظة التطوعية، وأنا بحكي يعني مش لأنها مؤسستنا كده محافظتي، عملنا شيء من لا شيء، وزعنا 5000 كتاب مجاني على طلبة الجامعات، اشتركوا فيها جامعة إربد الأهلية، جامعة جدارة، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة اليرموك، كليات جامعة البلقة، مشكورين من كلية الحصون الجامعي، كلية بنات إربد. فهذا بيجسد لك شغلة بسيطة، إنه نحن كشباب أردنيين عندنا روح المطالعة، عندنا روح الثقافة للكتب، للأمور الثانية اللي إحنا بنحكيها بنتطرق لها، كانت في أندية للقراءة. فإحنا ارتئينا كمحافظتي إنه نعمل توزيع كتب لحتى نكبر هاي الأندية للقراءة في جميع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات. فكانت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الأعيان الأفخم الدكتور عبد الرؤوف الروابدي، وحقيقة كان مشكور على الجهد الطيب اللي أعطانا إياه من وقته، ومن وقت عطوفة يعني محافظ إربد وعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الموسى. كانت يعني بالأخص حملة الكل حكى فيها. يعني أنا من وقت جبتوا مثلا 5000 كتاب والله خاطبنا في بعض الكتب اشتريناهم نحن على حساب المؤسسة، يعني بجهد بدعم من القطاع الخاص وبجهود شخصية، وبعض الكتب الثانية ستي يعني خاطبنا وزارة الثقافة، المكاتب، دور النشر، دائرة المكتبة الوطنية، مشكورين يعني ساهموا معنا. احنا بنحضر على الحملة من شهر 4 تقريبا وفتتحناها بشهر 11، فكانت يعني شغلة إيجابية والحمد لله رب العالمين، حققنا نجاح باهر. لأنه أنا كنت أحكي لأصدقائي يعني مدير البرامج السيد مراد أبو مسامح، كنت أحكي له صديقي احنا يعني هل إنه راح يكون في إقبال على الحملة؟ بحكي لي عبد الله يعني راح نشوف شيء إيجابي إن شاء الله رب العالمين. فتفاجأنا باب الحملة، يعني أنا غبت عنهم 3 ساعة يعني لبرت كل استضافة نستضيف الضيف لما أجا، فكانت القاعة فل، الناس تقريبا عدد ما يقارب 800 شخص برا. تقريبا ضلينا على مدار يومين حكينا إحنا الحملة رح نوزع 3000 أول يوم، ثاني يوم 2000، ما شاء الله ولا كتاب ضل الساعة 4. يعني إقبال كبير، حكيت للشباب خلاص هذا إقبال وزر. حلو إنه متعطشين أيضا للقراءة. يعني أنا لما أطلع والله أحكي 5000 كتاب على مدار يومين، تتفاجئي بنفس اليوم ما يضلش عندك ولا كتاب. إحنا هدفنا كان إنه نوزع بطاقات مجانية، يعني وزعنا على عدد من الجامعات طبعا 10000 بطاقة وزعناهم، وحتى صاروا ييجوا إنه بدنا وبدنا هاي. فالحمد لله رب العالمين، كانت شغلة كتير إيجابية، مشاركة فعالة من الشباب، طلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي وأبناء الجاليات الأخرى. يعني في نادي الطلبة كنوا السعوديين خاطبنا رسميا وحكانا احنا بدنا من كل عنوان كتاب، كان عندنا 70 عنوان ستي، واحنا وزعنا تقريبا كتب ثقافية علمية سياسية بيئية اجتماعية، والعلمية منها الطبية والهندسية. فكانت الحمد لله حملة ناجحة، وهي بشهادة يعني كثير من الناس طبعا. وانا بنبسط يعني على الشيء طبعا. هذا وانتم كمان بتنبسطوا. تمام عبد الله، في راح يكون مشاريع او بعد نهديك كتابا، شو اهم المحطات او اذا في كمان مشاريع مستقبلية لمؤسسة محافظتي؟ ستي احنا عنا عدة مشاريع، يعني مشروع تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ومشروع حملة نهديك كتابا، ورحت ان شاء الله نطلق كمان مشروع شوي بعدنا مسترين عنه ما بدنا يعني شوي هيك لانه فكرته كتير حلوة. وعنا 3 برامج، برنامج صحي وبرنامج ثقافي وبرنامج بيئي، ويعني بصدد اطلاق البرنامج الانساني ان شاء الله على خير. فيعني حملة نهديك كتابا انا حابة اركز عليها، يعني هي راح تكون دورتين بالسنة. فالمرة الجاية راح تنطلق من الجامعة الاردنية وكون معرض متنقل في كل الجامعات، راح يكون الافتتاح في الجامعة الأردنية مثلا، نوزع مثلا 5000 كتاب، بعدين 3000 كتاب على كل جامعة لحتى نكون من الشمال للجنوب غطينا جميع المناطق. فيعني مشاريعنا إن شاء الله كبيرة، وإحنا كمان بصدد توسيع يعني مشروع تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لأنه بالآونة الأخيرة يعني مشاركة الشباب لازم تكون فاعلة أكثر بكثير. لسيد صاحب الجلالة خطاباته الرسمية أكد على دور مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية إن كانت الانتخابات. يعني امبارح كنا في انتخابات تكميلية بني عبيد، شفنا الشباب كيف مشاركتهم الفاعلة، لأنه هذا بحقق شيء إيجابي، أنه بنتقدم خطوة للأمام وبنبني مجتمع ديمقراطي كما بتطلعوا علينا الدول الأخرى والدول الثانية، بيحكوا الأردن ما شاء الله عنه. وإحنا بأمس الحاجة لهذا الحس الشباب خصوصا بهالوقت. أشكرك عبد الله بني هاني، كل التوفيق لك في المؤسسة ودعمنا دائما إن شاء الله يكون موجود. أنا بتشكركم يعني والله. شكرا لك. الله يعطيكم العافية.